حيث يعتبر المهندس مشعل العتيبي أول كويتي وعربي يتم اختياره سفيرا للقادة الشباب من بين 55,000 مشارك تبارك الرحمن على مستوى العالم من 190 دولة من قبل منظمة One Young World العالمية لإنجازاته وإسهاماته في مجال البحث العلمي وكشخصية شابة قيادية مؤثرة محليا وعربية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا المهندس مشعل عوض العتيبي. صبحك الله بالخير ونبارك لك هذا الإنجاز وتشرفنا بوجودك معنا في العالم هذا الصباح. صبحك الله بالخير أخوي نجيب وكذلك أصبح السادة المشاهدين، وأنا سعيد جدا بالتواجد معكم اليوم. والله أنا أسعد بوجودك وياي، وفعلا بك وبأمثالك نفخر في دولة الكويت. بداية خلينا نتكلم عن ما شاء الله العدد 55,000. صحيح، تبارك الرحمن ولا إله إلا الله، عسى الله يحفظك الأول فيهم. من 55 تم اختيارك، ما بقول صف شعورك، لا بعرف شنو شعورك كونك تم اختيارك في هذه اللحظة وفي بين هذا العدد الكبير. أنا سعيد جدا أول ما سمعت الخبر من رئيسة المنظمة اللي هي كيت روبرتسون، بلغتني قالت لي مشعل تم اختيارك سفيرا للقادة الشباب من بين 55,000 شاب وشابة من 190 دولة، فهذا أعتبره شرف وفخر لي، وكوني كويتي و ممثلا عن دولة الكويت في هذا المؤتمر وسفيرا للقادة الشباب وممثلا للوطن العربي ككل، فللأمانة اختياري كسفير للقادة الشباب وبإذن الله راح أمثل الكويت بعد أسبوعين بإذن الله في هذا المؤتمر، فهو يعتبر مبعث فخر وشرف لي. تم اختيارك ولله الحمد والمنة، لابد أنك يعني على قولتهم خلينا نقولها بالكويت تحافظ على هذا اللقب. صحيح. شنو الأهداف اللي تسعى لها لتحقيقها على أرض الواقع للاستمرار في هذا اللقب أو للحفاظ على هذا اللقب؟ بإذن الله أنا أحاول أني أركز على شريحة الشباب بالكويت وأركز على موضوعين مهمين اللي هم البطالة ووقت الفراغ، لأن نسبتهم تكثر بين الشباب في دولة الكويت، ويرى جميع خبراء الاقتصاد والاجتماع في وقت الفراغ والبطالة بأنها مشكلة اجتماعية واقتصادية ونفسية وسياسية كذلك. فمن خلال إشراك الشباب في تحقيق التنمية الشاملة لدولة الكويت خصوصا ولتحقيق رؤية الكويت 2035 والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لأهداف الأمم المتحدة وتعزيزا لدور الشباب، وأنا أستذكر يعني ما قال صاحب السمو في خطاباته السامية دائما يعزز دور الشباب على أنهم مبعث الرجاء ومعقد الأمل وهم ثروة الأوطان. فبإذن الله إن شاء الله من خلال إشراك الشباب في تحقيق التنمية الشاملة لرؤية الكويت، فبإذن الله إن شاء الله نعزز مكانة الكويت الدولية، فبإذن الله إن شاء الله من خلال هالقمة العالمية راح تعتبر فرصة لي كشاب كويتي أني أبين للعالم أجمع أن الكويت تزخر بالكثير من الكفاءات الوطنية الشابة المنجزة والطموحة لها الكثير من الإنجازات العالمية وكذلك المحلية. فبإذن الله أن نشرف ديرتنا خير تمثيل إن شاء الله في البرلمان البريطاني وقصر الويستمنستر إن شاء الله في العاصمة البريطانية لندن إن شاء الله. لابد من وجود إنجازات وإسهامات قمت فيها في الفترة الأخيرة اللي تم اختيارك على أثرها، شنو هي؟ أنا حققت إنجازين، واحد كان في فرنسا في المؤتمر الأوروبي الثاني للهندسة، حصلت على جائزة أفضل بحث علمي من بين 500 باحث و54 دولة مشاركة على مستوى العالم، وفي مؤتمر أمريكا الشمالية الدولي الثالث بدعم ورعاية كريمة من الهيئة العامة للشباب أوجه لهم كل الشكر، حققت جائزة أفضل بحث علمي من بين 600 باحث و62 دولة مشاركة على مستوى العالم، وثاني أفضل مشاركة ممثلة عن دولة الكويت ببحثي الذي يساهم في تقييم كفاءة وأداء أنظمة توزيع الهواء في المباني ومدى تأثيرها على الراحة الحرارية، وكذلك بحثي يساهم في شكل إيجابي في البيئة من خلال خفض
الطاقة المستهلكة وخفض البصمة الكربونية للمباني. ما شاء الله، هذول البحثين مختلفين عن بعض. صحيح، البحث الثاني مطور ضفت عليه الطاقة المستدامة. جميل. هذا العدد الكبير 55 ألف شاب وشابة، لابد أن ما يعني لابد أن كانت الأجواء فيها تنافس كبير، فيها توتر، فيها مع احتكاكك فيهم مع تقديم البحوث إلى آخره، الأجواء شلون كانت؟ أنا وصلني مثل ما قلت لك أخوي نجيب الاختيار عن طريق رئيسة المنظمة اللي هي كيت روبنسون، كلمتني عن طريق الإيميل قالت لي مشعل إحنا سعيدين أن نختارك كشخصية شابة قيادية مؤثرة، والإنجازاتك الأخيرة في مجال البحث العلمي اللي حققته في مؤتمر الأوروبي الثاني للهندسة في فرنسا وكذلك في أمريكا، بالإضافة إلى عملي التطوعي خلال 10 سنين اللي قعدتهم في أمريكا في مرحلة بكريوس والماجستير وأول كورس في مرحلة الدكتوراه، انضميت العدد من الجمعيات الأمريكية منها جامعية الآشري اللي هي American Society for Heating, Ventilation and Air Conditioning، وكذلك مؤسسة الهندسة المعمارية في شيكاغو وكذلك مؤسسة الإضاءة الأمريكية. وأنا صراحة أفتخر أني أنشأت أول نادي كويتي في جامعة كانساس بمساعدة إخواني الدكتور محمد خلف الزعبي وأخوي متعب المطيري لمساعدة الطلبة الكويتيين من قرارهم الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى استقرار عندي في الولاية. هذه البحوث اللي تكلمت عنها وأيضا قدمتها لابد أنها يعني نهايتها أن نشوفها على أرض الواقع. صحيح. متى نشوفها إن شاء الله عندنا قبل لا نشوفها برا؟ أنا بإذن الله عندي مقابلة في شهر 11 مع جامعة إلينوي إنستيتوت أوف تكنولوجي في شيكاغو بإذن الله، إن شاء الله، لعرض البحث، وهذا يعتبر خبر حصري لتلفزيون الكويت أن قدموا لي بعثة لدراسة الدكتوراه، فأنا حاليا أحاول أني أجلها السنة القادمة لأنه أوريدي يبلشوا الكورس. نعم. فبإذن الله إن شاء الله أني أبحث الموضوع ويا الجامعة، وكذلك قدم لي عرض من جامعتي اللي هي University of Kansas أساس أني أطور مخرجات البحث وأحصل على أفضل نتيجة ممكنة وأسير بحثي باتجاه الطاقة المستدامة. طيب. أنا توجهت للعديد من المؤسسات في دولة الكويت ولكن للأمانة ما حصلت رد إلى الآن، فبإذن الله إن شاء الله بالمستقبل القريب أني أحصل منهم رد إن شاء الله. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه البحوث والمركز الأول وما تلقى دعم، هذه هم بعد مشكلة ثانية. عموما خل نروح حق نقطة ثانية، أنا ما بخزر في مؤسسات عندنا بالكويت لأن إحنا قاعد نشوف مثلك وشرواك وكثير من المتابعين والمخترعين عندنا في الكويت ما قاعد نشوف أي جهاز أو أي اختراع قاعد نشوفه على أرض الواقع بسبب عدم تبني شركات كثيرة إن كانت خاصة أو كانت مؤسسات حكومية لهؤلاء الشباب. شلون أرتقي بالشباب الكويتي؟ من خلال إشراكهم أخوي نجيب في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم وتبني مبادراتهم، لأن الشباب هم مسؤولين عن المشاكل اللي يواجهونها واقتراح الحلول أساس أن ما نضيق عليهم أو نقول لا والله إحنا نقدم لكم الحلول هذه ومو حاسين بشعورهم نحو هالمبادرات هذه وكيفية تحقيقها. جميل. سقف طموحك بعد ما وصلت لهذه المرتبة؟ أنا والله أتمنى أني أكمل دراسة الدكتوراه بإذن الله وأني أرى البحث هذا على أرض الواقع، وبإذن الله أتمنى أن يرى النور قريبا خصوصا في دولة الكويت، لأني رفضت عرض في المؤتمر الأول اللي شاركت فيه في فرنسا، عرضت علي جامعتي 100 ألف ومقعد لدراسة الدكتوراه أني أشارك باسم الولايات المتحدة في هذا المؤتمر، ولكني رفضت وصريت على أنه يظهر باسم الكويت بالرغم أني مثلتها كشخص، والله الحمد حققت من بين كل هالأعداد اللي هي 500 باحث و54 دولة جائزة أفضل بحث علمي على مستوى العالم، فهذا مبعث شرف وفخر لي أني مثلت ديرت في هالمؤتمر من بين الأعداد الكبيرة هذه وحصلت على مركز. كلمة أخيرة توجهها للشباب الكويتي؟ أنا أقول والله الشباب هم الأمل والطموح، وبإذن الله بإنجازاتهم وإبداعاتهم يسمى الوطن، وبإذن الله بإسهاماتهم
في تحقيق رؤية الكويت 2035، وهي رؤية كويت جديدة، لأنهم رأس المال في تحقيق هذه الرؤية بإذن الله. طبعا رحنا ولا ردينا ما نقدر نطلع من جميل الكويت. أكيد. وأيضا في نقطة مهمة أيضا يمكن قبل أختم وياك بس أوجهها للشركات وأيضا المؤسسات الحكومية، لدينا الكثير من يعني مثل مشعل وغير مشعل العتيبي، هناك الكثير من الاختراعات، هناك الكثير من البحوث، هناك الكثير من الأمور التي تنفع البلد في إنها أو في رؤية صاحب السمو 2035. فنرجو من خلال هذا البرنامج توجيه هذه الرسالة، الاهتمام بالشباب، وهذه ليست كلمة يعني أنا أقولها، هي كلمة من صاحب السمو حفظه الله ورعاه، اهتموا بالشباب، الرؤية المستدامة الكويت 2035. مشعل العتيبي بارك الله فيك ومنها الأعلى، عسى الله يوفقك، وتشرفت بوجودك وسعيد جدا بلقائك. الشرف لي أخوي نجيب، وأنا سعيد جدا بتواجد معك اليوم، وشاكر لك جدا على الاستضافة. ساعة المبارك.